انطلقت مرحلة جديدة من مبادرة الهلال الأحمر المصري بإيدك تنقذي حياة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي في 6 محافظات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتشهد المرحلة الجديدة من المبادرة عقد 24 دورة تدريبية لما يزيد على 700 رائدة اجتماعية في مجال الإسعافات الأولية. تستهدف المبادرة 15,000 رائدة اجتماعية، حيث من المقرر عقد 500 دورة تدريبية في مختلف محافظات الجمهورية، كما تنتشر المبادرة في الأماكن العامة بمختلف المحافظات كمراكز الشباب.